السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. مرحبا بكم ايضا على القناه. تحت طلب ديال العديد من الاخوات حلوه الدوازاتاي تكون اقتصاديه وفي نفس الوقت كتكون لذيذه بدون طبع ولا مدلك ولا حتى حاجه. مقادير بسيطه جدا والنتيجه اروع ما يكون. بالغطايه ديال الزيت او البيدو هانتوما تابعوا معايا المراحل والطريقه في نفس الوقت. وشكرا بزاف البنات على المتابعه. اول حاجه كنحتاجو هنايا دقيق 250 غرام حتى 300 غرام ديال الدقيق. هنا عندنا نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، بيضه حامضه وخماره ورشيشه ديال الملحه. بالنسبه للكاس ممكن ديروا كاس ديال العنب، كاس من الحاجه وديروا جوج بيضات، نضعفوا المقادير ما كاينش اشكال. الوغ صافي. من بعد غادي نجيب واحد الاناء غادي نوضع فيه او قصريه. اول حاجه غادي نوضع فيها هي البيضه. طبيعة الحال كتكون درجة حرارة المطبخ وهذه أكيدة باش كتنجح معنا الحلوة. من بعد غادي نديرو داك رشيشة ديال الملحة، نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال السكر، أي كاس ممكن تعبرو به ماشي بالعنبة، وخا يكون كاس كبير ممكن نديرو غير نص كاس منه، ونص كاس ديال الزيت بطبيعة الحال، نص كاس ديال السكر سنيدة، ونص كاس ديال الزيت، وداك البيضه كما قلنا. غادي نخلطوهم شويه بالفويل غير شي شويه، ولا استعملوا غير يديكم ما كاينش اشكال. خلطتهم على هذا الشكل هذا غير شي شويه، راه دقيقه كيرجع لكم على هذا القوام هذا كما لاحظتوا. من بعد غادي نجيب هذه الحامضه هذه، من طبيعه الحال اللي غادي نحكها، غادي نحك هذه القشره كامله ديالها. واكيد الا ما كانش عندكم الحامض كديروا الفانيلا، ولا ما كانش الفانيلا كديروا الليمون، قشره ديال الليمون او الحامض يعني البرتقال باش كنعني. واحسن والد انكم ديروها بالليمون، بالهذا الليمون او الحامض، كتجي اروع والد ما يكون. كنحك داك هذاك المطيشه داك كلها كما لاحظتوا، وغادي نقطع واحد شويه تقريبا راس ديال الحامض، وغادي نعصرو بطبيعه الحال في هاد الحلوه ديالنا، لانه غادي تعطيها واحد الطعم يعني ألد ما يكون. ممكن الا كانت عندكم النكهات ديروا النكهه ما كاينش اشكال، ولكن ديروا حاجه طبيعيه احسن وافضل ليكم. صافي. من بعد هنايا ما خلطت هاد العناصر كلهم، غادي كما قلت لكم غادي نجيب داك راس الحامضه على هاد الشكل هذا، وغادي نعصرها فيها ما يعادل تقريبا واحد الملعقه كبيره من عصير الليمون او عصير الحامض بالطريقه هذه. صافي. غادي نخلط عاوتاني الكل حتى ينسجم لنا. من بعد غادي نضيف اضافه الدقيق، وهنا غادي نخدم يديا لانه هانتوما كما لاحظتوا غادي نخدم يدي. من بعد غادي نجيب داك الدقيق، بطبيعه الحال خصني نغربلوه. اول حاجه خصو يتغربل باش تجيكم على الحلوه ناشفه. كنغربلوه ديجا غربلته مره واحده، دابا هذه المره الثانيه باش كنغربلو. من بعد غادي نضيف داك الكيس من الخميرات الخاصه بالحلويات من وزن 8 غرام. ممكن الا كان عندكم حتى 7 غرام ديروها ما كاينش اشكال، غير في هاد الحلوه هذه يعني كتخليوها شويه كتكون طريه في يديكم، ما كتقصحوش العجينه. وبالنسبه لهذا يعني كنديروا حجم الكره يكون صغير، لانه باقا كتضاعف في الحجم ديالها في الفرن، وكتعطينا يعني واحد حبه كبيره. يعني انكم فاش تجيو تشكلوها كويرات كتضيفوا كديروا غير كواره صغيره جدا. هانتوما غتلاحظوا معايا القوام ديالها. من بعد كنضيف داك الدقيق كامل. صافي. وغادي نخلط الكل، يعني غنبقى نزيد بشويه بشويه حيت ما نديرش يعني درت على 3 ديال الدفوعات حتى حصلت على واحد العجينه اللي غتكون طريه كما قلت لكم. وغادي يعني بسهوله انها كتشكل في يديكم، ما كنعجلنش بطبيعه الحال، غير كندخل داك الدقيق فقط، ما كندلك ما حتى حاجه. بالنسبه للبنات الاضافه اللي بغيت نضيف هو في الفيديو السابق على الحلوه اللي درنا الكيك بالفلان، بالنسبه عاودت الفيديو يعني ما ذكرتش تفين الطهي ديالها يعني في الفرن. عادي كطيبوها بحال الكيك عاديه، كتخشيو يعني الموس ديالكم فيها كتلقاوها طابت صافي، يعني الفلون ديالكم ما كيذوبش نهائيا، كيبقى شاد راسو.
صافي. من بعد هنايا كما لاحظتوا غادي نجيب واحد نجيب سكر سنيده، وهي اللي باش غادي نفند الوجه ديالها بطبيعه الحال. غادي ندير على هذا الشكل هذا، كما قلت لكم الحبات كتكون صغيره جدا. كنفند الوجه ديالها سكر سنيده، وكنحتاج لهاد الغطايه، اي غطايه ديال شي قرعه عندكم ممكن تستخدموها او بالملعقه، ما كاينش اشكال. صافي وغنبقى ندير على شكل بحال هاد الحلوه هذيك، بحال الشكل ديال الويفي فدوك النقيطات اللي كيكونوا في الويفي صغيره وكبر منها وكبر منها وكبر منها. المهم كما لاحظتوا غادي نعاود معكم واحده اخرى، راه ما يقارب خرجت لي 32 حبه، 32 حبه ديال هاد الحلوه هادي. صراحه المقادير قليله وكتعطي هاد الكميه، الا دوبلتو المقادير يعني كتعطيكم المقادير الكميه اكثر. طريقه سهله واضحه بنينه، كتجي اكثر من رائعه صراحه. جربوها يعني، ديروها لكوتي ولا يديوها وليداتكم المدرسه اللي ماله. دابا العطله حقا نسيت المهم ما علينا. وصافي بعد ما درتها في لاطا اللي كتكون غير مدهونه بالزيت، ما كتلتصق لينا ما حتى حاجه بلا ما ديروا الورق ديال الطهي. صافي من بعد كنسخن الفرن كما لاحظتوا، كنسخنوه مزيان، كندخلوا الحلوه ديالنا حتى كتحمر لينا، وخاصها تحمر لينا وتاخذ لنا اللون الذهبي غامق من التحت، وكنهبطوها عاوتاني تحمر لينا شويه الوجه ديالها من الفوق. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى البنات الفيديو ينال اعجابكم وبصحه وراحه. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه.